أقام الحرس الملكي احتفالا بمناسبة حصول اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي على بطولة العالم للرجل الحديدي في المسابقة التي أقيمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية هاواي كونا، بحضور المقدم ركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. وقد قام نائب قائد الحرس الملكي العميد الركن حمد خليفة النعيمي برفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لسموه بهذه المناسبة نيابة عن كافة منسوبي الحرس الملكي. كما حضر الاحتفال كبار الضباط وضباط الصف وأفراد الحرس الملكي الذين تشرفوا بالسلام على سموه وتهنئته بهذا الفوز التاريخي والعالمي، حيث جسد سموه في هذا الفوز معاني التحدي والعزيمة والإصرار والثبات وتطويع المستحيل. فسموه قطع العهد وأوفى الوعد بهذا الفوز الذي رفع اسم مملكة البحرين عاليا في المحافل الدولية وسطر فوزه بحروف من ذهب. وقد شكر سموه كافة منسوبي الحرس الملكي على مشاعرهم الطيبة، حيث يعتبر سموه فوزه هو فوز للبحرين وللعرب أجمع.